هل ممكن المنافسة تكون قوية أكتر بين نجوم الكورة والرياضيين بشكل عام؟ في خلينا لو بنتكلم مثلا على الأعضاء فوق السن، هل المنافسة هتكون أقوى للناس دي ولا لا عادي ممكن ناس كتير تبقى بتنافس برضو؟ مش شرط مثلا اللي هم كابتن هشام ياكن، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن الحسيني سمير مثلا، دول ثلاثة نجوم رياضة، هل ممكن دول اللي تبقى المنافسة بينهم او مقاعدهم شوية هم ليهم لهم نسبة الأفضلية، اكتر يعني؟ هم لهم الأفضلية. يعني ليه لهم الأفضلية؟ لهم شهرة ولهم سمعة ولهم لهم تاريخ احنا عارفينه، الأسماء معروفة. الأسماء معروفة، فبالتالي لهم الأفضلية، لكن ما اقدرش اجزم على النجاح. يعني لا نجاح واحد طبعا منهم مفيش حاجة مضمونة. ما اقدرش. وما اقدرش ليه؟ اقول لك، العدد كبير جدا، يعني العدد ضخم، ده عدد ما ينفعش نقول فلان اكتسح او ما نعرفش. يعني انت عارفه مثلا احنا كاعضاء قدام شويه، لو ما كنا مثلا زمان ايام كابتن نور الدالي او كابتن او مستشار جلال ابراهيم الله يرحمه، او حسن ابو الفتوح، او الدكتور كمال درويش، او حتى مرتضى منصور بعدهم، كنا حوالي 15 16000، 20000 عضو، 40000 عضو. عارفين اللي بيجي النادي حوالي مثلا 5000 6000. احنا لما بنبص على الوش كده، احنا عارفينه ده بتاع مين، فبنقول لك خلاص الجماعه بتوع الدكتور كمال درويش جم، هو اللي هينجح. بتبقى بتشبه. انا عضو في الزمالك، دخل في النادي خلال الاربع سنين اللي فاتوا 50000 عضو، ما اعرفش حد. احنا زمان كنا نخش باب النادي، على ما اخش انا كنت بشتغل في مجله الزمالك زمان، كنت مدير تحرير، ادخل من عند بوابه نادي الزمالك قدام نادي الترسانه عند عم نبيل الله يرحمه، على ما اوصل للمقر المجله بقابل مثلا 20 30 اسره عارفين بعض. يعني اخد من دي حته بسبوسه، اخد ده من ده كوبايه شاي، يعني عارفين بعض. هل في صالح نادي الزمالك او في صالح اي مؤسسه، مش لازم نادي الزمالك يعني، اي نادي رياضي في صالحه انه يكون عدد الاعضاء كتير، ولا ده بيجي بالسلب ما بيبقاش في صالح النادي؟ في الوقت اصل زي ما حضرتك بتقول ممكن مثلا ال 5000 اللي انا عارفهم دول، انا عارف منهم ان 2000 ونص هيدوا مثلا كذا، و2000 ونص هيدوا كذا، عارفين اتجاهاتهم، لكن اللي بيغيروا المسار اللي انت ما بتشوفهمش. ما هو عشان كده بيجوا انا على الانتخابات. ما هو عشان كده انا بقول لك ايه، انا مش عارف دول مع مين. يعني انا عايز اوضح حاجه، احنا هنا في النهارده انا رحت قبل الصلاه طبعا، القدام جم، لو تلاقي السنه دي في المقر من واحد مثلا لغايه نقول 50000 مثلا جم اكتر من الجداد. الجداد جم متاخر، ممكن يقلبوا الموازين، لكن انا عارف القدام مع مين، انا شخصيا عارف القدام مع مين، بس الجداد دول رايحين فين انا ما اعرفش. جداد اول مره في حياتهم ينزلوا ينتخبوا ومش عارفين. طيب فهو العدد الكبير ده في صالح النادي ولا ضده؟ ضده 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 على طول قولا طبعا. واحدا. لا 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 ما هزرش، ضده طبعا. اولا اللي حصل النهارده، معلش هتكلم في شويه في الاستاذ، اللي حصل النهارده بالعدد ده، وان النادي مش مستحمل ان قبول العدد الضخم ال 50000 في اربع سنين، قرار خاطئ. معلش انا داخل في، بس انا لازم اقول كلمه حق للتاريخ. اللي حصل النهارده دليل انه ما ينفعش اقبل في عضويه نادي الزمالك في المهندسين بالمنظر ده، كل العدد ده، لان الخدمات كده ضعيفه. وانا اسف ان انا بقول لا لا خالص خالص.